بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع من بره. شارع عرض 10 متر متفرع من شارع 20 متر. ده كده المدخل بتاع العمارة معانا. العمارة 12 دور، الشقة في الدور السابع، وده كده شكل المدخل. وفي عندنا أسانسير، ده الأسانسير اهو. نبدأ نخش الشقة بتاعتنا النهاردة. الشقة مساحتها 125 متر. أول حاجة بيجيلنا عداد كهرباء قديم. الشقة مساحتها 125 متر، 3 غرف وريسبشن ومطبخ واتنين حمام. ده كده أول حاجة الريسبشن قدامنا أهو. ده كده شكل الريسبشن بيبص على الشارع العشر متر اللي احنا جايين منه. على الشمال كده في الغرف والمطبخ والحمام التاني بمستوى تاني. وهنا كده جنب الباب عند الريسبشن حمام الضيوف. ده كده ريسبشن اهو، ياخد قطعتين مستريح جدا. ده هنا كده الشارع اللي احنا جايين منه. مش هذكر حضراتكم، يا ريت لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. نبدأ نرجع. عندنا اهو في ده الغاز الطبيعي، يبقى كده عندنا عداد كهرباء قديم وعندنا غاز طبيعي، يعني كل المرافق موجودة، وموتور المياه مشترك مع العمارة كلها. ده كده حمام الضيوف اهو، وبرضو الغاز واصل فيه. نبدأ نخش على المستوى التاني بطرقة التوزيع والتلات غرف والمطبخ والحمام التاني. أول حاجة بيجيلنا هنا المطبخ. مطبخ مساحته حلو على فكرة، مش صغير. يعني كده احنا عندنا الغاز واصل للمطبخ والحمام الكبير والحمام الصغير كمان. بعد كده نبدأ نخش أول غرفة معانا. دي أول غرفة أهي، ودي بالمناسبة الغرفة الوحيدة اللي على منور. الغرفتين التانيين والريسبشن على الشارع. دي الغرفة أهي مساحتها تقريبا 3.5 × 3.5. بعد كده نخش على الغرفة التانية. دي الغرفة التانية فيها بلكونة بتبص على الشارع الرئيسي اللي هو العشر متر اللي احنا جايين منه. هنا كده البلكونة اهي. معلش بعتذر على الإضاءة، اني كنت بصور بالليل نظرا لظروف اصحاب الشقة، اني معرفتش اصور بالنهار يعني. عموما دي البلكونة بتبص على الشارع العشر متر. نبدأ نرجع نكمل باقي الشقة بتاعتنا. طبعا الشقة بناء قبل 2008، مفيش عليها تصالح ولا أي شيء. نخش بعد كده على الحمام. ده الحمام الكبير اهو اللي هو الحمام الرئيسي بتاع أهل البيت. ده كده الحمام اهو والغاز واصل فيه. تقسيمته حلوة جدا للحمام ده، عاجبني بصراحة. بعد كده نشوف الغرفة التالتة معانا، برضو بتبص على الشارع. يبقى كده عندنا غرفتين وريسبشن بيبصوا على الشارع، وغرفة واحدة داخلية. دي كده الغرفة التالتة اهي، مساحتها تقريبا 3.5 × 4، والغرفة اللي قبلها برضو تقريبا 3.5 × 4. وده هنا كده بلكونة، باب برضو بيدخل على نفس البلكونة اللي احنا كنا فيها دلوقتي. الشقة طبعا ليها كمان خزان مية فوق السطح مشترك بينها وبين الشقة اللي جنبها. الشقة اللي جنبها في نفس الدور في خزان مية مشترك بينهم الاتنين. الشقة عنوانها فيصل الطلبية جانبي من ميدان الساعة، مطلوب فيها 400,000 جنيه كاش. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.